إذا ما قدرت ضلني عايش فشو هو الهدف من حب الأم؟ لهيك اليوم وهلأ أنا رح أترك البيت أمي، وهيك بكون اخترت حب حياتي. أنا اخترت لاكشمي أمي. شي منيح ولا سيء اللي صار معهم، انا صرت ضايعه لانه كان بدنا نجمع لاكشمي وريشي سوا مو اكثر من. بس ريشي ترك عيلته ونحن ما كان بدنا هذا الشيء يصير، ولهيك ما عم بعرف اذا هذا الشيء منيح ولا سيء، اذا نحن غلطنا بشيء. بس يا اختي شو عملت ريشي؟ ليش هيك؟ تصرفك ما كان صح. ما عملت شيء غلط لاكشمي ابدا. يلي صار معي اليوم يا لاكشمي كان بآخر فترة، كان عم يصير معكم كلياتكم. كنتي عم تنهاني دائما بهي العيلة، زلوكي وقلعوكي كمان، واضطريتي تتركي البيت. وأهم شي يا لاكشمي كنتي دائما توقفي جنبي، كنتي تضلي تهتمي فيني وبتخافي علي، وانقذتي حياتي كذا مرة، واهتميتي بسعادتي على قد ما بتقدري. خلص وهلأ صار دوري لحتى وقف جنبك، ليكون حبنا قوي ومتين. أنا قلت لك توعدني. بعرف بس ما وفيت. قلت بعرف. لك لا تخبر حدا أنك بتحبني لأنه رح تصير مشكلة. لاكشمي أنا آسف، أنا عن جد آسف، ما عندي خيار تاني. كنت عن جد تعبان، ولو اني اليوم انا ما قلته كنت رح موت عن جد. ريشي